الحديث حول مدينة مراكش هو حديث دو سجون. طبيعة الحال إلى بدينا تنتكلم على بداية التأسيس ديال هذه المدينة، فالمعروف على أساس أنها انطلقت مع المجاهد العظيم أبي بكر اللمتوني المؤسس نتاع الدولة المرابطية، وبطبيعة الحال جدد فيها كثير من الأحياء المجاهد الكبير يوسف بن تاشفين، ثم الابن ديالو علي بن يوسف، جاءوا لكي يؤسسوا قلعة جهادية تتكون منطلق نتاع الجيوش ديالهم ومنطلق نتاع السكن ديالهم، اللي هي القصبة الموحدية. والقصبة تم اختيار موقعها على عكس ما اختيار الموقع نتاع سيدي ميمون، لان الموقع الذي بنيت فوقه حومة سيدي ميمون او حومة اكادير هو موقع تقريبا جاف، ما فيه مياه، ما فيه امكانيه نتاع فيه السدير وفيه النخيل الى غير ذلك، في حين ان المنطقه التي بنيت فيها القصبه اختيرت ان تبنى على بحيره، وهذه البحيره كانت تسمى الصالحه، بحيره الصالحه، تم هدمها بطبيعه الحال، تم هدمها وبناء القصبه فوق اراضيها. لهذا تسمى هذه المنطقة اللي هي منطقة القصبة تسمى منطقة الصالحة أو حومة الصالحة أو تسمى تمركشت أو القصبة اللي قلناه هو هذاك. فبعد بناء القصبة أول حاجة أسسوا فيها بطبيعة الحال هو المسجد ديال القصبة، والذي بطبيعة الحال بتأسيسه بدأ السلاطين أو الأمراء نتاع المسلمين آنذاك الموحدين يؤدون صلاة الجمعة فيه، ولهذا تراجع الدور الأساسي للمسجد القطبيين، تراجع بطبيعة الحال بحكم أن رئيس الدولة ما بقاش يصلي تما، أو الأمير المؤمنين ما بقاش يصلي تما ولا تيصلي في القصبة، وأصبحت القصبة واحد المكان اللي هو مستقل وحي عظيم بطبيعة الحال، اللي فيه المرافق ديالو التجارية والعسكرية، وفيه يعني أماكن ديال السكنة نتاع الأمراء ونتاع دار الحكمة، دار الحكامة أو كذا إلى آخره. فبطبيعة الحال تدلى واحد الباب اللي كيتسمى دابا حاليا باب قناو، ولكن قبل أن يسمى بابا قناو كان يتسمى باب نفيس. أول الاسم اللي اطلق عليه هو اطلق عليه اسم باب النفيس، ثم بعد ذلك ولا سميته بابا قناو، هو المقابل بطبيعة الحال الباب التاريخي اللي كيتسمى بابا الرب، وكلاهما بابان تاريخيا. حي القصبة كما قلت لك أطلقوا عليها أو أطلق عليها المؤرخون مدينة، وهي بالفعل هي مدينة. لماذا؟ لأنها كانت مستقلة بجميع مرافقها العمرانية والسياسية إلى غير ذلك، وقد تم بناء فيها بناء القصر ديال الأمير الموحدي، واللي ولا دابا سميته قبور السعديين، إلى جانب المسجد المعروف مسجد المنصور بطبيعة الحال كما قلنا، اللي خدا الإشعاع من مسجد الكتبية. ولم يكن لها إلا بابان، كان الباب ديال باب قناو كما قلنا، ثم عندنا باب آخر اللي هو باب قصيبة. باب القصيبة هذا باب القصيبة كان ندخلوا ليه من المنطقة دابا حاليا اللي كتسمى يعني طريق الغابات الزنبوع، طريق غابة الزنبوع قرب الباب المستحدث اللي هو باب الريال او باب، نعم قرب باب الريال، هذا الباب الذي احدثوه، او باب يغلي تسمى باب الريال او باب يغلي. هذه هي المنطقة القصبة بطبيعة الحال بالمرافق ديالها، كانت فيها مدرسة من المدارس الكبيرة جدا التي توافد عليها كثير من العلماء آنذاك والفلاسفة والمفكرين، لأنه لا يخفاك
ان المكان اللي كيكون فيه تتكون فيه السلطه تيكون دائما تجمع ديال الوافدين على المنطقه او على المدينه من مناطق اخرى، فكيختاروا انهم يكونوا بطبيعه الحال بجوار السلطه وفي المجالات اللي كتواجد فيها رجال السلطه. ولهذا خدات واحد الاشاعه كبير في واحد الوقت حتى ان اصبحت بطبيعه الحال مدينه غطت على مدينه مراكش الاصليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.